معي من جدة دكتور خالد محمد بطار في الأكاديمي والمحلل السياسي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور خالد. من طريق يعني مراقبتك للتطورات هذه وطريقة مراقبتك لكل الأحداث، مقاربتك لإلها، ماذا يحدث وهل سيكون هناك قمة أم لا؟ اليوم نتحدث بأنه ترامب يعتبر بأنه ما زال يتحدث عن نفس التاريخ في سنغافورة، وكيم أيضا بدأ لينا جدا بعد وفق مقال مون جاي إن. أنا كنت كتبت مقالة في هذه المسألة منذ فترة بعد أن أعلن القمة، توقعت فيها أن تتم القمة بالتأكيد، ولكن قد يحدث خلال فترة الانتظار كلاشز بين البيرسوناليتيز، بين شخصيات شخصيتين متميزتين، هي شخصية الرئيس الأمريكي وشخصية الرئيس زعيم كوريا. نعم، كل منهما يريد أن يحقق دعاية داخلية، أن يظهر نفسه بأنه البطل، بأن الطرف الآخر هو الذي يحتاج أكثر مما يحتاج إليه، بأنه نجح في تحقيق أمنيات شعبه أو تحقيق المستحيل. لكن كلاهما يدرك أنهما بحاجة ماسة لهذه القمة، ولذلك عندما بدأت التصريحات والتصريحات المضادة، نائب الرئيس الأمريكي هو الذي بدأ حقيقة هذه المعركة بإطلاق تصريح بأن كوريا ستواجه إما الحل أو الخيار النووي، وأن أمريكا ستتجه لخيار لعقاب كوريا في هذه الحالة إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية. فرد الكوريين، لأنهم كما ذكرنا يريدون أن يحتفظوا بماء وجههم، بمكانتهم أمام شعبهم، الرئيس الكوري بحاجة أيضا لأن يحتفظ بمكانته أمام القوات المسلحة وأمام حكومته، أن لا يبدو ضعيفا. فردوا بنفس الطريقة، الرئيس الأمريكي رد يعني بإلغاء القمة، ولكن ترك الباب مفتوحا باللغة المهادنة واللطيفة، وإمكانكم أن تتصلوا بي أو ترسلوا لي في حال غيرت رأيكم. يعني كان واضحا أنه يريد هذه القمة، ولكن يريد أيضا أن يبدو يعني بمظهر القوي أو السوبر باور. هذا تحقق له عندما راجع الكوريون أنفسهم وأرسلوا يعني جنوب كوريا الجنوبية لتقوم بدور الوسيط وتكلموا مع الصين وغيرها، والآن عاد الجميع إلى المشروع نفسه، مشروع اللقاء ومشروع الاتفاق. الجدير بالذكر أن تصريحات الرئيس الأمريكي أو رسالة الرئيس الأمريكي جاءت بعد أن فكك الكوريون مركز أبحاث مهم، يعني مركز نووي مهم أمام الصحفيين الأجانب. إذن واضح أن النية للحل موجودة عند الطرفين، وأن الأمر سيتم بإذن الله في 12 يونيو. سنشهد المزيد، يعني كما قلت حضرتك، من يعني الكلاشز كما قلت بين زعيمين، يعني فقط أمور للإثارة والتشويق لا أكثر قبل القمة. لي أكثر من إثارة والتشويق، هم كل فريق يريد أن يظهر لجمهوره أنه المنتصر، أنه البطل، أنه الذي حقق المستحيل، أنه الأقوى، يعني لأسباب داخلية للاستهلاك المحلي. يقوم الرؤساء أحيانا باستخدام الدعاية لتحقيق هذا الهدف. أنا أشكرك من جد دكتور خالد محمد بطار في الأكاديمي والمحلل السياسي.